نعود للموجة المفتوحة لقناة هلا بالتعاون مع موقع بانيت، وننتقل إلى الموضوع التالي. تحمل الحرب العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال خلال هذه الأيام، وتحدث تأثيرات عميقة على نمط وتحدث تأثيرات عميقة على نمط حياتهم، وبشكل خاص على نومهم في ظل غياب الأمان والاستقرار والهدوء، وتعرضهم اليومي للخوف والقلق، ومشاهدتهم شبه اليومية لمناظر صعبة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يشوفوا بانيت كل شيء مفحوص قبل النشر. كل الأحوال، إذا نقول بشكل على نومهم في ظل غياب الأمان والاستقرار، وتعرضهم اليومي للخوف والقلق، ومشاهدتهم شبه اليومية لمناظر صعبة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يترك أثرا عميقا على صحتهم النفسية ويسبب لهم اضطرابات عديدة. للحديث أكثر عن تأثير الحرب على نوم الأطفال ومعرفة الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة، تنضم إلينا العاملة الاجتماعية ومستشارة النوم والفطام ولاء واضحة من مجد كروم، وهي أيضا مختصة في جيل الطفولة. برحب فيك، أجمل ترحيب ولاء واضحة. شكرا لك استاذ بسام. شكرا لك. قولي لي يا اخت ولاء نواطحه، مش من مجدكم؟ مجدكم فيها عيلة نواطحه؟ فيها احنا نواطحه، الاصل الريني. الاصل الريني، اما معظم العيلة بالريني يعني. لا يعني مضبوط، صحيح. شفتي كيف؟ يعني تفكروش انه بنعرفكم، مش بنعرف نواطحه منيح. اهلين. اهلا وسهلا فيك. بدي اسالك اول شيء، هل يعني كيف للحرب ان تؤثر على الأطفال في جيل الطفولة المبكرة، وكيف يعبرون بشكل عام عن معاناتهم في ظل الظروف الصعبة؟ في طرق كان الطفل بيقدر يعبر فيها عن يعني شعوره انه هو بيعاني، او انه مش حابب الأجواء المحيطة فيه؟ في هناك بيقدر الطفل يتصرف تصرفات اللي انت كخبيرة تفهميها؟ صحيح، احنا بنحكي على اطفال في جيل الطفوله اللي ممكن يكونوا اطفال اللي بعد التعبير عندهم مش بشكل اللي كثير كبير وسهل علينا، ولكن في دائما اشارات اللي احنا بنشوفها اللي هي بتبين بتوضح انه في عم بمرق الطفل ازمه معينه. مثلا الخوف وزياده مستوى القلق عند الاطفال ممكن يؤدوا لسلوكيات اللي هي غريبه اللي ما كان يتبعها الطفل في السابق من ناحيه سلوكيه. ممكن نشوف على فكرة كمان انعزال الأطفال، الوحدة، يفضلوا يكونوا لحالهم بمحلات معينة. ممكن نشوف تغيير في سلوكهم مع أطفال ثانيين، ممكن استخدام عنف، ممكن إحساس بأنه وكأنه بطل عندهم اهتمام اتجاه الألعاب، اتجاه فعاليات معينة اللي في السابق كانوا يهتموا فيها. فكلها هاي الإشارات اللي احنا بنشوفها. ممكن كمان خوف اللي بيسبب لبكاء بوتيرة عالية، من كل شيء الطفل عم بيبكي، من كل شيء عم بيخاف. ممكن التصاق بالأهل، الطفل بطل يشعر بأمان إنه هو يبتعد عن شط الأمان تبعه اللي هي الأم أو الأب. فنشوف الأطفال عم يفضلوا إنه يكونوا كثير قريبين جسديا من هاي الشخصيات المركزية بحياتهم. وممكن أيضا بكل ما يتعلق مثلا بالأكل، نشوف إنه أكله تغير، عم باكل بكمية أقل، عم باكل بكمية أكثر، فقط زي ما حكينا اهتمامه بالأنشطة اللي كان يقوم فيها بالسابق. وممكن أيضا يأثر على نومهم، يعني نشوف صعوبات بالنوم، استيقاظات متكررة، كوابيس خلال الليل. كل هاي مؤشرات للطفل في ضائقة معينة اللي بحاجة تدخل منا إحنا لحتى نحاول هيك يعني قد ما بنقدر نساعد الطفل اللي يتخطى هاي المرحلة. بدي اسالك سؤال استنباطي، انه هل مثلا منيح الاب والام انهم يعني ينيموا ابنهم في هاي الفتره، يكونوا لاصقين فيهم، هاي هوا العلم، هوا شو تعلمتي احسن، ولا يضلوا يناموا زي ما كانوا يناموا قبل، مش بالتخت، مش بالسرير تبع ابوهم وامهم؟ شوف، احنا اليوم في حاله الطوارئ اللي فتنا فيها شفنا، وأنا كمان مجال شغلي ومرافقتي للعائلات شفت عدد كبير من العائلات اللي هو فضل يرجع ينيم طفله بحضنه أو ينيم طفله بنفس الغرفة، بالرغم من أنه في السابق كان الطفل ينام بشكل مستقل بغرفة خاصة فيه وبسرير خاص فيه. فإحنا ما بنقدر نحكم على الأهل، لأنه
الخوف هو شيء طبيعي، اللي هو طار بناتنا كلياتنا احنا ككبار بالاول وعمل بلبله معينه. بس احنا علشان نقلل من الخوف كمان اللي هو رح ينتقل بشكل مباشر لاطفالنا، لما انا كشخصيه مركزيه كوالد بشعر بخوف او قلق، حتى لو انا ما عبرت عن قلقي لابني ولكن ابني سهل عليه كثير يشعر بهذا الخوف وياخذ له، فهو كمان مستفاد. يعني اكثر بشعر الطفل الصغير اكثر بشعر بالاشياء شعور، يعني هو مش بحاجه ليفهمها، بكفي يشعر ساعتها بيفهم. يعني بشكل مباشر بنتقل من الاهل لطفل هاي المشاعر، وهيك احنا بنكون علينا مستوى القلق والخوف والتوتر عند الطفل لما انا كوالد متوتر. فهو بشعر انه انا مش بامان، اذا انا مصدر الامان اللي عندي اللي هو امي او ابوي متوتر معناته العالم غير آمن بهاي اللحظة، وأنا كمان كطفل لازم أتوتر. فإحنا مختصين بننصح الأهل برنامج القديم قدر المستطاع، يعني الطفل يضل ينام بشكل مستقل ويضل ينام بغرفته ويضل ينام على تخته، ولكن للأسف مش كل الحالات طبعا مش كثير. يعني اليوم مثلا يعني إذا أنا موجود ببلد اللي فيه خطر قصف أو يطلب مني أن أنا أكون موجود بمكان آمن مثل ملجأ، تمام؟ فأنا يعني مجبور أغير الشغلات النظام القديم، مجبورين ننام بقلب غرفة اللي هي الملجأ، ننتقل من غرفنا أو أخذ عشان أشعر بأمان أكثر. فمنظرات إحنا بحالة الطوارئ نضطر، فوقت الاضطرار مهم كثير وإحنا نشرح لأطفالنا. يعني طبعا حسب كل طفل ومرحلة وقدرته على استوعاب الشغلات، بعد عمر سنتين ممكن كثير نحكي له، حتى من عمر أصغر نحكي له، بس إنه ممكن أكثر يفهموا علينا إنه إحنا بوضع خاص وهاي الفترة نار بهاي الطريقة، ولكن لما الشغلات ترجع لوضعها السابق رح نرجع كمان إحنا للوضع السابق. يعني يكون الطفل عارف إنه الانتقال عندي أهل الملجأ أو هو انتقال مؤقت بسبب الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم، ولكن إذا في مجال أنا بفهم لحظة ولا بفهم إن الصوت فينا مشكلة بالصوت. عايدة فينا مشكلة بالصوت، فينا مشكلة بالصوت، قطعوا الظبط. طيب تفضل كملي، قالوا لي الصوت رجع، كان عندنا مشكله بالصوت لهنيها. خلينا نكمل معك ولا بدي اسالك سؤال غير نكمل يعني باتجاه ثاني. حسب شو انت فاهمه كعامله اجتماعيه وكقريبه من هذا الموضوع او متخصصه بهذا الموضوع، شعر انه يعني في تغير في سلوك الاطفال في المجتمع العربي مما يجري في على صعيد الحرب وكل هاي الأشياء اللي بتصير؟ طبعا في تغيير، ولكن التغيير غالبا هو عم بيجي من طرف الأهل. يعني الطفل بجيل صغير المفروض إنه إحنا ما عم نخليه يتعرض للأخبار، لأنه هو ما بفهم بالحروبات وصعب عليه إنه يستوعب شو إيش اللي عم بيصير، وإحنا بس عم نزيد القلق عنده. الأطفال اللي بعمر جدا صغير، الرضع والأطفال اللي بجيل بالحضانات بالروضات، بعدين بمرحلة عمرية اللي مش المفروض إنه يكون مطلع على الأخبار ويعرف شو عمال بتصير من ناحية الحرب والمخاوف من كل ما يتعلق بالاستراتيجية. فالطفل هو خايف، مش من هذا المحل سلوكه تغير، سلوكه تغير نتيجة تغيير بسلوك الأهل. يعني أنا اليوم كوالد إذا أنا خربطت كل الروتين اليومي تبعي بسبب الحرب ولغيت كل طقوس النوم اللي كنت متعود إني أعملها مع طفلي وعم بنيم طفلي بطريقة مختلفة عن اللي كان ينامها سابقا، كل هذول مع بعض هم أثروا على الطفل وعلى سلوكه. فشفنا إنه الطفل، يعني أنا شو بلاحظ، أنت عم تسألني شو عم تلاحظي، بلاحظ إنه الأطفال حتى اللي كانوا يناموا بشكل مستقل صار في تدهور بمهارات النوم وقدرة النوم المستقل عندهم، وصار عم بيكون في أول شيء صعوبة بالدخول لحالة النوم. أنا أسأل بأخفى عم بستصعب إني أفوت بحالة النوم، عم بستصعب إني أنام، هاي حقيقة أول شغلة.
الشغلة الثانية هي استيقاظات متكررة خلال الليل، يعني لأنه الطفل بصير سهل عليه يطلع من دورة النوم ويفيق، لأنه كل الوقت مترقب كل الوقت. يعني الآن من الشغلات اللي عم بتصير حواليه بدي يعرف ليش صار التغيير، يعني ليش أمي نيمتني بطريقة مختلفة، بدي أصحى أكثر مرات علشان أختبرها وأشوفها بكل مرة رح أصحى فيها كيف رح تتعامل معي، لأنه في تغيير والتغيير محسوس للطفل. الثالثة اللي ممكن تصير هي الكوابيس، عادة الطفل بأعمار صغيرة خاصة كثير الأحلام هي بتكون عبارة عن الشغلات اللي الطفل عم بيسترجعها بيتذكرها من اللي صار معه خلال اليوم، فممكن يكون بالغلط شاهد منظر اللي هو صعب، منظر قتل، منظر دم، هقولك شو ما في داعي يشوف بكفي يسمع. مرات إحنا كأهل ما منكون منتبهين، منكون ماسكين التلفون مثلا عم نتفرج على أخبار، ولأنه طفلي عم بيلعب بعيد شوي عني فهو شايف شاشة التلفون. لا حكيت عن بسمع، لما الولد الطفل بسمع صفرات إنذار، شو مدى تأثير هاي الصفرات الإنذار خلال بالليل أو بالنهار؟ كيف الأهل الأب والأم كيف لازم يتصرفوا؟ يمسكوه يحضنوه يبتسموا له يطلعوا عليه إنه يعني ما تخفش يحضنوه، يعني شو رأيك كيف لازم يتصرفوا الأهل الأب والأم للطفل الصغير لما بتصير صفرات إنذار؟ راح أوصل النقطتين ببعض. فأنا حكيت إنه إذا أنا عم بشاهد أخبار وطفلي صح ومش عم بشاهد بس هو سامع صوت صريخ طفل أو صريخ أم، هذا لحاله الشيء اللي ممكن يخوفه وممكن يخليه يصحى خلال ساعات الليل. فعشان هيك بدنا ننتبه إنه التعرض للأخبار هي كمان سمعيا ومش بس تعرض بصري. هسه بالنسبة لفصرات الإنذار كثير 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 مهم. ليه؟ أنا وياك شو حكينا من البداية؟ إنه أنا كوالد أنا الشخصية المركزية بحياة طفلي، هو بيكتسب الأمان مع العالم الخارجي من خلالي. فعلشان هو يشعر بأمان أنا بدي أظهر له هذا الأمان. فكيف أنا بظهر له الأمان؟ يعني مثلا لما بسمع فقرات الإنذار مهم كثير أنا أتروى، يعني أكون حافظ متدرب. يعني إحنا كأهل مش بس بالمؤسسات لازم نعمل تدريب لفقرات الإنذار، إحنا بالبيت كمان ندرب حالنا. إذا أنا سمعت فقرة إنذار كيف بدي أتصرف؟ شو بدي أعمل؟ شو بدي أمسك أول إشي؟ شو بدي أخذ معي؟ وين تلفوني بدي يكون؟ وين طفلي بدي يكون؟ بدي أخذ طفلي بدي أخذ؟ هاي الأسئلة بتسأليها أنت ولا شو الأجوبة؟ الأسئلة أوكي ممتازة، أسئلة يعني أحسن من أسئلة صحفي. شو الأجوبة على الأسئلة اللي أنت أثرتيها؟ إنه أنا كوالد بدي أكون متحضر، عارف محضر حالي وعارف بالضبط شو بدي أعمل علشان لما بسمع صفرات الإنذار أكون كمان تمرنت أكثر من مرة، فأنا حافظ حتى شو بدي أساوي وأعمل. شو بدك تسوي ولا هادئة. شو بدك تسوي ولا أنا بسأل شو بدك مشان نستفيد؟ أكيد هسا ناس عدد هائل من الناس شايفينك، شو بتنصحيهم يسووا؟ يعني إحنا بنحكي هسا عن لازم أكون محضرة حالي وكعاملة، شو لازم نسوي؟ يعني لما بصير صفرات إنذار حسب تجربتك يعني كعامل اجتماعي شو لازم يساوي الأب والأم إذا بنسمع صفرات إنذار وبتعرض إلها الطفل كمان؟ بكل بساطة أنا بحاجة أخذ طفلي وأفوت على الملجأ، ولكن بضل السؤال كيف أفوت بأي طريقة؟ أنا إذا فتت بهلع وتوتر وخوف أنا هيك خوفت الطفل، ولكن إذا فتت وأنا بهدوء وتروى وحافظ وبتمرن زي ما قلت سابقا وأخذت طفلي قلت له ماما احنا عم نسمع فقرات الانذار لازم نفوت والطفل اتمرن معي على هذا الشيء من قبل، فراح يكون الاشي سلس وسهل والطفل ما راح يخلق جواته مخاوف لانه هو مش بالضبط فاهم شو يعني فقرات الانذار بعديها بده يصير. بس هو انا كان في تحضير مسبق له انه لما بنسمع فقرات الانذار دغري بنيجي عند ماما، ماما بتحملنا من فوق سوا على الملجأ. فلما انا عملت هاي الشغلات وكان في تحضير مسبق لها الطفل ما رح يفوت بحالة هلع، وهذا اللي بدنا إياه، بدناش الطفل يفوت بحالة هلع. فبدنا إحنا يكون في عنا سيطرة على مشاعرنا وعلى ردود أفعالنا باللحظة اللي بسمع فيها صفارة الإنذار. هل هناك استراتيجيات خاصة يمكن تبنيها لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات في النوم بسبب الحرب ولا؟ طيب أول إشي نحافظ على روتين يومي اللي هو ثابت، نحافظ على طقوس نوم قبل النوم اللي هي شبيهة باللي كانت قبل الحرب عشان الطفل ما يشعر بالاختلاف الكبير. إذا اضطرينا إنه يكون في تغيير بسبب المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها
فمهم يكون في تحضير مسبق للطفل وتحدث، يعني يكون في محادثة ونشرح للطفل عن هذا التغيير قبل ما يصير. مهم انه بهاي الفترة ما نكسر الحدود، يعني مرات في اهل بيفكروا انه تمام لانه في حرب معناته مسموح لنا كل شيء او بدي اسمح لطفلي بكل شيء، وهي مشكلة كبيرة. مهم كثير انه احنا نحافظ على القواعد اللي حطيناها ببيتنا، ان كان بما يتعلق بالنوم، مثلا بننام مع هذا التخت، بننام بهاي الساعة، بننام بهاي الطريقة، او حتى خلال النهار. مهم هاي القواعد والحدود ظلها واضحة خلال فترة الحرب لأنها راح تحسس الطفل بأمان أكثر. مهم كمان إنه زي ما حكيت ما نتعرض للشاشات خاصة بالساعات اللي قبل النوم. مهم كمان إذا إحنا موجودين في منطقة اللي فيه خطورة ومش عم نطلع على البيت أو بعدها ما رجعنا للمدارس وللروتين اليومي تبعنا وعمال بنقضي أغلب الوقت داخل البيت، كثير مهم نتعرض للشمس، يعني نطلع لأوقات محددة، بريد نقعد لو على البرندة لو بالجنينة لو بريد البيت شوي، نتعرض للشمس، لأنه بدون تعرضنا للشمس خلال ساعات النهار صعب جسمنا يفرز هرمون الميلاتونين بالليل، وهذا راح يعمل اضطرابات أكثر في النوم. فموضوع التعرض للشمس كمان مهم. وطبعا زي ما حكيت سابقا الوقت اللي بنقضيه مع الطفل قبل النوم وطقوس النوم هي جدا 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 مهمة، خاصة بهاي الفترة، عشان الطفل إذا حب يعبر عن مشاعر ويحكي نكون موجودين وننطي الشرعية لهاي المشاعر. عن أي سن إحنا بنحكي أخت ولاء؟ عن كل سنوات الطفولة، يعني من ولادة لست سنوات. نعم. بدنا ننهي، إذا في عندك نصيحة معينة بتحب توجهها للأهل كيف يتعاملوا مع الأولاد، والقصد طبعا قدر الإمكان نخفف عنهم، ما نحملهم هاي الهموم الكبيرة اللي إحنا مش قادرين حتى نحملها ونتحملها. شوف أنا نصيحتي للأهل هو نتذكر إنه هاي فترة مؤقتة وإن شاء الله ما بتستمر لوقت طويل، فلهيك حتى إذا إحنا كسرنا مرات شوية الروتين شوية القواعد لأنه اضطرينا، تمام؟ فهذا الإشي مش هو اللي رح يحدد كل نوم طفلي بالمستقبل، فما نحمل حالنا كثير ذنب. وأهم إشي، أهم نقطة هي إنه صح إحنا بنحاول قدر الإمكان نحافظ على الروتين اللي إحنا متعودين عليه في السابق وكل القواعد والشغلات القديمة، ولكن أهم نقطة هو إنه إحنا نعرف كأهل نسيطر على مشاعرنا ونظهر للطفل الهدوء والراحة والأمان، لأنه أطفالنا إحنا مصدر الأمان لإلهم، وإنت شافونا متوترين هني رح يفوتوا بحالة صعبة اللي ممكن تأثر على كل مجالات حياتهم. يعني بيت القصيد حسب رأيي بالنسبة لكل اللي حكيناه، العمل الاجتماعية ولا نواضحة، بيت القصيد إنه يعني إحنا قدر إمكان نوحي للأطفال، ما نوحي لهم من الضغط والخوف والأشياء من النوع، وإنما نتصرف معهم بهدوء. أحسن تصرف إنه نتصرف معهم بهدوء، وهيك هم لربما بتقبلوا حتى الأشياء اللي بتصير اللي مفهوم عنها إنها صعبة عندهم، بتقبلوها زي ما هم سامعينها زي الأب والأم. صحيح. بدأ في عندك إشي بدك تضيفيه؟ لا بس بدي أشدد على كل فكرة، نكون حتى لما الأطفال بعمر أكبر، يعني بعمر 4-5 سنين، ممكن نبلش نشاركهم بشغلات معينة حسب قدرة استوعابهم بما يتعلق بالحروب، وإنه إحنا موجودين بحالة حرب، بس دائما نختم أي شيء بدنا نحكي مع أطفالنا بأمل وبتفاؤل، دائما نكون متفائلين ودائما نخلي عندهم الأمل علشان ما نخوفهم، ما نفوتهم على حالة اللي فيها هم يزيد قلقهم اتجاه الشغلات ويفكروا إنه الحياة كلها سودة وخلص العالم ورح تخلص الحياة بعد الحرب. لا، بدنا نكون متفائلين ونظهر هذا، يعني نوصل الأمل والصوت الإيجابي كمان لأطفالنا. ولا نواضحة، في نواضحة وفي تواضحة، لا في بالأسماء العائلات. أما أنت ولاء مواضحة من مجلس كروم، بدي أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحكي الشيق، شكرا عزيزتي. شكرا في أمان الله. وأنت كمان شكرا. نحن نكون الآن مع فاصل، بعد الفاصل نعود مرة أخرى لنجري المزيد من المقابلات وكل المواضيع تتعلق بطريقة أو بأخرى بما تشهده المنطقة من حروب في هذه الآونة. عودوا إلينا بعد الفاصل.